بادي السردين العاصي الحليب جميع المنزوز كتجي نعرج في رحلتنا هذه صوب محطة إفريقية أخرى هنا النيجر وعاصمتها نيامي يظل نهر النيجر شريان الحياة لبلد جعلته قساوة المناخ وضعف البنية التحتية أحد أفقر دول العالم مع ذلك عند زيارتك لنيامي تستشعر هدوء الناس وتغمرك طيبوبتهم ندخل مقر هذه الشركة المتخصصة في جلب السلع المغربية وتوزيعها في السوق النيجيرية شحنات ضخمة تصل بشكل أسبوعي عبر البر والبحر يشتغل آدم محمود في هذه الشركة منذ 8 سنوات Je travaille avec Mourad depuis 2008 dans l'agroalimentaire, surtout dans les produits marocains, et spécialement dans les pommes de terre, les oignons, les poissons, et d'autres divers produits qui viennent du Maroc. نلتقي في نفس المقر بمراد اليوسفي مالك الشركة يقول مراد إن للمغرب وثقافته حظوة ومكانة خاصة في قلوب النيجيريين بما انعكس ذلك بالإيجاب على إشعاعه التجاري نجاحه هنا لم يأتي دفعة واحدة بل تدرج بثبات حتى أضحى عارفا بتفاصيل السوق النيجيرية بالنسبة للسوق الإفريقية ولجتها من سنة 2006 عبر بعض الشركاء كان بعت لهم السلعة من المغرب لإفريقيا وفي ذاك الأثناء زرت مجموعة من الدول مثل مالي غينيا كوناكري بوركينا فاسو وتعاملنا مع مجموعة من الشركاء في السوق الإفريقية بالنسبة لهذه الدول وفي هذا الصدد هذا تعرفت على مجموعة ديال التجار هنا في النيجر اللي كنت كنزودهم بعض البضائع اللي كيحتاجوا من قبيل مثلا السردين من قبيل البطاطس من قبيل بعض المعلبات ومن بعد ذلك جيت زرت السوق النيجيرية اللي شفتها بأنها عذراء وسوق عذراء وجيت جاتني الفكرة باش أنا نستقر هنا ونستثمر هنا في هذا البلد بدينا غير في الخضروات والفواكه لكن مع المدة اللي كنعاشروا فيها هنا السوق شفنا بأن كاين خصص كبير وبدينا كنطرقوا لبعض المواد ماده بماده مشينا مثلا المجمدات فيما يخص السمك دخلنا الحلويات لان لقينا بعض الخصائص كاين في الحلويات بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للكبار مشينا لبعض المنتجات اللي كيحتاجوا في المواد الاوليه مثل ملح الطعام مثل الطماطم مثل المعلبه وبدينا يعني بماده بماده كنكتشفوا السوق وكندخلوا السوق بماده بماده حتى الحمد لله الان اننا استطعنا اننا كندخلوا تقريبا بشاحنه يوميا من البطاطس جوج شاحنات اسبوعيا من الخضر والفواكه لقينا اصلا بان كاينه قابليه للمنتوج المغربي ولقينا بان المغرب محبوب من عند النيجيريين يعني فقط انك كتقول انك مغربي ديجا كتكسب واحد 50% بعدا ديال القابليه انهم كيقبلوا يتكلموا معاك يرحبوا بك يقبلوا المنتوج ديالك